عسلامة ومرحبا بكم، هذا مهدي وحييكم. مرحبا بكم على قناة سبور نيوز هاش ام. أخبار الترجي الرياضي التونسي، معلول يخذل الجمهور ويورط الهيئة. تلقى الترجي بهزيمة جديدة في مرحلة التتويج ستجعل مهمته في الرهان على المحافظة على لقبه صعبة جدا، بما أن الفريق أصبح 7 نقاط من المتصدر. فريق باب سويقة يقدم حاليا أسوأ نسخة له منذ سنوات، كما أنه كسر من خلال الهزيمة الأخيرة قاعدة تاريخية تتمثل في عدم تكبد الفريق لثلاث هزائم متتالية. الترجي انتصر في مواجهتين فقط في البلاي أوف وتعادل في واحدة ومني بثلاث هزائم، وهو ما أجهز وتيرة الغضب لدى الجماهير حول الخيارات الفنية والتكتيكية للمدرب نبيل معلول. لا يختلف اثنان حول المعاناة اللي تكبدها الترجي جراء الغيابات اللي فرضها النسق الجنوني للمباريات على جميع الوجهات، والفريق فقد أغلب ركائزه بسبب الإصابات والعقوبات مثل معتز الزدام وغيلان الشعلالي وهاني عمامو والليبي حمد الهوني والجزائري رياض بن عياد والأردني محمد أبو زريق شرارة. الترجي أصبح فريقا عاديا مع نبيل معلول اللي فشل في التعامل مع الظروف المحيطة به، خاصة على مستوى الغيابات، ولم يكن توظيفه للرصيد البشري المتواجد على ذمته ناجحا، وهو ما جعل الفريق يفتقد إلى القوة في الأداء والسرعة في التنسيق والتجانس بين اللاعبين. كما أن الفريق فقد الكثير من كبريائه وأصبحت الهزيمة في الترجي أمرا عاديا وهو جعلها تتكرر، كما أن تعامل معلول مع مجريات كل لقاء وخاصة على مستوى الخيارات في التغييرات واللي عادة تتغير، رائد الفادع وملك المهري وعزيز عبيد، باتت تؤكد أن الإطار الفني لم يعد قادرا على تقديم الإضافة وتلك حدود الإمكانات. جماهير الترجي تدرك حساسية المرحلة الحالية لكنها لن ترضى حتما بهذا المستوى الهزيل لفريقها. إصرار الهيئة على إعادة المدرب نبيل معلول إلى حديقة باء اعتبر العديد من المتابعين مخاطرة كبرى، فالهيئة اليوم باتت في ورطة كبرى بسبب تدهور النتائج وتتاليها وانهيار الفريق معنويا وذهنيا والاستحقاقات المقبلة المهمة واللي تفرض التعاقل وعدم التسرع ولا تمكنها من التغيير في ظرف صعب للغاية. من جهة ثانية فإنه الهيئة بدورها تتحمل جزء من المسؤولية لأنها رفضت القيام بانتدابات في فترة شتوية ومنحت الصلاحية الكاملة للمدرب للقيام بالانتدابات اللي فشل أغلبها. فمعلول اليوم مطالب بالتعامل بكل حزم مع مباريات متبقية في كل المسابقات، خاصة أن الترجي تنتظر مواجهة حاسمة من الأهلي المصري الجمعة القادم، وهو أمر يجعل التغيير أمرا مستحيلا في هذا الوقت بالذات. وأن تعلل البعض بالتغيير اللي حصل في نسخة 2018 بعد إقالة بن يحيى والتعاقد مع الشعباني فإن الوضعية تختلف حاليا ولا يمكن المجازفة بذلك. أغضب ياسين مرياح أحباء بعد الإقصاء في نهاية المباراة بسبب الاحتجاج على قرارة الحكم المباراة الموريتانية عبد العزيز بوف، كما أن الحكم دون على ورقة المقابلة تعرض الاعتداء المادي من اللاعب ياسين مرياح صفع، وهو أمر خطير خاصة إذا بدر من لاعب دولي في قيمة مرياح واللي سيجعله حسب قوانين الجامعة عرضة إلى عقوبة ثقيلة قد تصل إلى 24 شهر مع خطية مالية قيمة 20,000 دينار. ومنذ أيام فقط نال معتز الزدام ورقة حمراء أيضا بعد نهاية اللقاء بسبب اعتدائه على المسؤول النجم وتعرض إلى عقوبة بأربع مقابلات. زد على ذلك تصرف بعض اللاعبين مع ملتقيت الكرة ولا حكم مثل كوليبالي والجزائري محمد أمين توغاي. هذه الأحداث باتت تؤكد بصفة قطعية غياب الانضباط داخل الترجي الرياضي أمام صمت الإدارة، لأن المتضرر الأول هو الفريق طبعا واللي سيخسر خدمات هؤلاء جراء تصرفاتهم الهاوية، وبالتالي لابد من التعامل بحزم مع هؤلاء وفرض الانضباط.